من تيكجدة إلى معالم سور الغزلان الأثرية، مقومات سياحية تؤهل ولاية البويرة إلى أن تكون منطقة سياحية وثقافية بامتياز. لذا من خلال هذين اليومين الدراسيين أبينا أن نوضح ونبين ونثبت على مدى أهمية كل هذه المقومات في ترويج الفعل السياحي ومدى يعني استمرارية النشاط الثقافي. وهنا يكمن دور الجمعيات وأنشطتها الثقافية في الترويج للمنتوج الثقافي المادي واللامادي وأهمية وسائل الإعلام في التعريف بها. التنشئة الاجتماعية مهمة جدا، وطريقة توصيل حب هذا كل ما يتعلق بالآثار، كل ما يتعلق بالتراث مهم جدا أن نوصله للأطفال وأن نحبب الأطفال فيهم. بين الماضي والحاضر رصيد وزخم ثقافي يبرز هوية الجزائر يحتاج للتعريف والكشف عنها.